ينتشر مرض اللاشمانيا في الشمال السوري وخاصة بين مخيمات المهجرين في مدينة إدلب بسبب تكدس القمامة بشكل كبير وعدم وجود الإمكانات اللازمة لمكافحة المرض. وتحتاج منطقة الشمال السوري لتعاون المنظمات الطبية من أجل مواجهة المرض بالتعاون مع الجهات المسؤولة هناك. نتابع التقرير ونعود لنقاش الموضوع مع ضيوف حلقتنا اليوم. لا تكاد تنتهي معاناة إلا وتبدأ أخرى. نصيب المهجرين اليومي في مخيمات الشمال السوري من المصائب والكوارث يتزايد أو ينقص حسب المواسم والفصول وحسب تقلبات الطقس. هنا في مخيمات كفر تخاريم ازدادت نسبة الإصابة بمرض اللاشمانيا بين الكبار والأطفال على حد سواء بسبب انتشار ذبابة ناقلة للمرض. انصبت من هون من هالمخيم حشرات كثيرة وطلعوا هالحبات في جسمي، ما رحت قالوا لي في مركز بأرمناز، بس مصروف روعة ورجعة، دق الدار رايح راجع كثير، ما كنت تعالجون لحتى داويتهم بطب العربي، كويتهم بأطروني اهدوا علي شوي، وهلأ ضلوا هيك معلمات بدهم دواء وبدهم علاج، كله هذا مكليف، عم نلجأ للطب العربي مثل ما بيحكونا الختايرة. يتألف هذا المخيم هنا من 75 خيمة ويحوي 165 عائلة. أصيب أكثر من 20 طفلا باللاشمانيا نتيجة نقص الخدمات الأساسية ومشكلة الصرف الصحي، والذي يتسبب بعدة أمراض فضلا عن غياب أبسط مقومات الوقاية الصحية. عندي عدة حالات من حب اللاشمانيا، هي أكثر من 18 لل 20 حالة متواجدة في الكتلة الفوقانية في قسم هون قسم بالكتلة الثانية. من خلال المعاناة الصعبة اللي توجهنا بنداء أنه نروح على ملس أو على أرمناز، من صعوبة التنقل ونقل السير لا يوجد. أكثر من 150 إصابة سجلت في مدينة كفر تخاريم والمخيمات المحيطة بها، حيث تقوم فرق الدفاع المدني والفرق الطبية المختصة بمتابعتها وتقديم العلاج اللازم لها، إلا أن الجرعات المتوفرة لا تكفي لعدد الحالات في المنطقة. بعد موجة النزوح الأخيرة نحن كفرق دفاع مدني صرنا نطلع على المخيمات، لأنه في عنا كتير إصابات بحبة اللاشمانيا اللي هي تعرف بحبة السنة. أملنا بعض العلاج والأدوية لنقوم بعلاج هاي الحالات، طبعا في حالات متأزمة وصعبة وفي حالات بدائية. الكثافة السكانية بعد حملات النزوح الأخيرة إلى المنطقة وانتشار المخيمات العشوائية التي تفتقر لخدمات الصرف الصحي وكثرة الحفر الفنية التي تساعد على تكاثر الحشرة المسببة للاشمانيا، كلها أسباب أدت إلى زيادة نسبة الإصابة بهذا المرض. كوارث الشتاء الماضية وحرارة الصيف المرتفعة الباقية وأشياء أخرى كثيرة يعاني منها النازحون على الحدود السورية التركية، ليس آخرها انتشار اللاشمانيا بين أطفالهم. أحمد أمين، تلفزيون سوريا، من مخيمات النزوح على الحدود السورية التركية. صار وقت رحب بمشاهدينا اللي انضموا لنا عبر البث المباشر على صفحة أو على منصات تلفزيون سوريا على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب، وبدي أذكركم تقدروا تفاعلوا معنا على السؤال أيضا الموجود على الفيسبوك. أكثر من 55 ألف إصابة باللاشمانيا في مخيمات الشمال السوري، برأيك ما هي الحلول أمام الأهالي؟ نعم، بانتظار تعليقاتكم أكيد وتفاعلكم للحديث أكثر عن واقع انتشار مرض اللاشمانيا في مخيمات ريف إدلب، معنا الدكتور مأمون السيد عيسى، باحث ومنسق طبي جمعية عطاء للإغاثة. أيضا معنا الدكتور منذر الخليل، مدير مديرية صحة إدلب ومراسل تلفزيون سوريا مسلم السيد عيسى. أهلا وسهلا بكم جميعا. سيد مأمون، لو تشرح لنا ما هو مرض اللاشمانيا، كيف ينتقل إلى الإنسان؟ مرض اللاشمانيا هو داء جلدي ناتج عن اختراق طفيلي وحيد الخلية للجلد أثر تعرض المصاب للدغة ذبابة الرمل. ذبابة الرمل هي الحشرة التي تنقل هذا الطفيلي. يتكاثر هذا الطفيلي وحيد الخلية في معدة الذبابة، ثم ينتقل إلى لعابها، ثم إلى حيوانات أخرى الكلاب والجرذان والفئران، وقد ينتقل من إنسان إلى آخر. هذا الطفيلي يؤدي إلى ظهور جروح متقرحة، هذه الجروح المتقرحة قد يصل طولها إلى بضع سنوات، وقد تستغرق شهور طويلة حتى تعالج.
غالبا ما يعالج دواء نوعي هو البلوكاتين. دكتور مأمون، هنالك انواع متعدده من اللاشمانيا. نعم، هناك اللاشمانيا الجلديه واللاشمانيا الخشبيه، وغالبا احنا اللاشمانيا الموجوده من اللاشمانيا الجلديه، وهذه ناتجه وهي موجوده غالبا في مناطق المخيمات وفي مناطق المستنقعات. لدينا كثير من المناطق فيها لا يوجد تغطيه للصرف الصحي، يعني مثلا نحن خط صرف صحي موجود يمتد من ترمدا والى معارك مصريين ومن ثم الى ترماني ومن ثم الى بدب وديرين حلب. حواري هذا الخط مخيمات كثيره، هذه المخيمات حواري هذا الخط. أسباب عديدة إذا تحول حول انتشار هذا المرض، سوف أكيد نشرح مفصلا مع مراسلنا، ولكن دعني أنتقل للدكتور منذر. يعني أنتم كمديرية صحة إدلب، ما هي الإمكانيات المتاحة أمامكم للمساعدة بالحل من بالحل هذا الموضوع؟ أهلا وسهلا، حياكم الله. الحقيقة يوجد في محافظة إدلب بشكل عام حوالي 22 مركز ثابت لمعالجة الليشمانيا، وطبعا في منطقه حارم ومنطقه ادلب، والان يجري انشاء 8 مراكز جديده في منطقه اريحه وجسر الشغور، ويوجد ايضا عيادتين نقالتين في منطقه المخيمات ومنطقه معارك مصريين، والان يجري ايضا اطلاق عياده في منطقه اريحه ومنطقه جسر الشغور، بالاضافه الى حملات لبخ المنازل وحظائر الحيوانات. ويوجد الآن مشروع، طبعا المنفذ لهذا المشروع هو منظمة مونيتور، لتوزيع 150 ألف ناموسية في منطقة الشمال السوري. الحقيقة لا يوجد الكثير من المنظمات التي تعمل في مجال الليشمانيا، هناك جهد للدفاع المدني السوري، وأيضا اللاعب الرئيسي في هذا الموضوع هو منظمة مونيتور، إضافة لما نقوم به حقيقة من حملات توعية. ولكن يعني هناك جهد منقوص أنا برأيي، لأن السبب الرئيسي لانتشار اللاشمانيا بشكل كبير في منطقة الشمال السوري هو تدمير بنية الصرف الصحي، وبالتالي صحيح. انتشار المستنقعات و يعني نحن عم نعالج النتائج بشكل عام، حتى التوعية صحيح. عم تكون بوقائية أكثر ما هي عم نعالج الأسباب الحقيقية. صحيح 100%، وبالتالي حقيقة انتشار القوارض السبب الرئيسي هو موضوع القمامة وموضوع الصرف الصحي، وهو الحاضن الرئيسي للليشمانيا. وبالتالي مهما فعلنا حقيقة من افتتاح مراكز طبية أو إطلاق عيادات نقالة أو حتى حملات توعية، إذا لم يكن هناك جهد متعدد القطاعات يتعامل مع الأسباب الرئيسية بانتشار ذباب الرمل وانتشار القوارض، وأيضا طبعا الكلاب والثعالب الشاردة هي أيضا يعني تحتضن هذا الطفيلي، لا يمكن الوصول إلى نتائج مرضية بشكل عام. دعنا إذا ننتقل لمسلم. مسلم، أنت يعني عم تشوف شو اللي عم تشوفه اليوم، مشاهداتك بالمنطقة؟ ذكر قبل شوي الدكتور أنه في كثير من الأسباب، منها موضوع الصرف الصحي وانتشار الحيوانات، شو في أسباب أخرى ممكن تحول وراء هذا الموضوع؟ مساء الخير. طبعا يعني انا اكثر الاسباب حقيقه اللي عم شوفها على الارض هي الاهمال بالدرجه الاولى، مثل ما ذكر الدكتور منذر، فعلا حقيقه منتشر كثير المراكز للمعالجه، يعني الان ابسط مركز صحي موجود بالقرب من المخيمات يعالج موضوع الليشمانيا. اللي شفناه بصراحه من لقائنا مع الاهالي بشكل كثير كبير، انه نتيجه التطور الحالي بمراحل الاولى واهمال اهل الاطفال لحتى توصل لمرحلة فعلا مستعصية على الأهالي وعلى أصلا المراكز الصحية، لحتى يعني تدخل بمراكز بمراحل علاج طويلة، وبالتالي الإهمال كان بالدرجة الأولى. بالإضافة لأنه أغلب المخيمات المتواجدة بالشمال السوري هي منشأة على أراضي وعرة بين الصخور ومناطق جبلية ووديان، هاي المناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة، يعني ما فيها أي أماكن صحية لتجمع القمامة، لتجمع مياه الصرف الصحي، وبالتالي عم تنشأ بحيرات للمياه العكرة، بالإضافة لأماكن تجمع الكمامة. هاي المخيمات فعلا متركزة على طول مناطق تواجد الصرف الصحي المفتوح، بدءا من معبر باب الهوى وانتهاءا بمدينة إدلب. نتحدث عن عشرات المخيمات المنتشرة على طرفين الصرف الصحي، بالإضافة لتجمع. ما دور المجالس المحلية؟ إذا ذكر قبل قليل الدكتور أنه هن عم بيحاولوا يعملوا حملات توعية وعم بيحاولوا يوزعوا ناموسيات، كلها في سبيل الوقاية، لكن هي يعني مجارير الصرف الصحي تحتاج إلى ردم، تحتاج إلى تصليح،
إعادة بناء. صحيح، يعني المجالس المحلية طبعا عليها على عاتقها دور كثير كبير بمناشدة المنظمات بتقديم أطروحات لمشاريع أنا حسب ما عم شوف، ولكن فعلا في تقصير أيضا من المجالس المحلية للقيام بهي المشاريع لفعلا سد هي الثغرات الموجودة، تهيئة بيئة صحية ولو أقل بأقل الإمكانيات المطلوبة داخل المخيمات أو بالتجمعات. يعني نتحدث فقط كمثال تجمع مخيمات أطمي اللي هو أكبر تجمع بالشمال السوري، فيه تقريبا 350 ألف شخص، في أكثر من 7 ممرات مائية وتجمعات كلها مياه عكرة مفتوحة، بناموا الأهالي جنبها مباشرة بداخل خيامهم، هي أكبر ممكن بؤرة لتجمع وانتشار هذه الأمراض سواء الليشمانيا أو حتى غيرها من عشرات الأمراض المختلفة. بالفترة الماضية لما بدأ انتشار فيروس كورونا حول العالم كان في تجاوب، يعني خلينا نسميه سطحي، من الأهالي ربما لأخذ تدابير الوقاية الصحية وغيرها، لكن حاليا فعلا انا حسب ما عم شوف من لقائي مع الاهالي الاهمال بالدرجه الاولى هو السبب الرئيسي، لانه شفت باقل تجمع للمخيمات في بالقرب منه وان كان على مسافه قليله او بعيده مركز صحي بيقدم خدمات العلاج للليشمانيا او حتى للامراض البسيطه. مشكله يعني مسلم انه الليشمانيا ما بينتهي اثره بمجرد انه تعرضوا للعلاج، هنالك ندب يتركها هذا الطفيلي. دكتور مأمون، في احصائيات عن اخر الاصابه عن عدد الاصابات بمرض الليشمانيا وخصوصا بالمخيمات؟ لحد الشهر السادس في مناطق إدلب، مناطق درعش وراس وغصن الزيتون، لنهاية السادس في 25,000 إصابة. 25,000 إصابة، يعني بدك تعتبري لنهاية العام في عندك 25,000 إصابة. نعم، فإصابات عدد كبير مو قليل يعني هذا الإصابة، لذلك يجب العمل بالضخم من أجل حل هذه المشكلة. دكتور، في عنا تعليق حقيقة عم يدمج شوي بين الليشمانيا وحبة حلب أو حبة سنة، عم بيقول ما بعرف كمان قديش هالإجراء صحيح، ممكن نصحح للمشاهدين، أنا بحرق حبة السنة بالمكبرة تحت أشعة الشمس وبطيب بسرعة وما في داعي تبقوا تاخذوا إبر وتتعبوا حالكم، شو رأيك؟ هذا الكلام يجب معالجته سواء البلوكانتين هو نوعي إله، ولكن يجب أن يلتزم بالعلاج والفرصة اللي بيحطه الطبيب، لأنه في أحد المشاكل اللي عم تمر فيها واللي عم تؤدي لعدم الشفاء هي عدم الالتزام بالعلاج. المريض بيروح عند المستوصف ياخذ جرعة، بيجي وقت الدوز الثاني ما بيكون موجود، وهذا الأمر قد يكون مو عائد للمريض، قد يكون عائد لظروف أكثر منه مثل عمليات التهجير اللي عم بتصير واللي عم تخلي المريضين يتنقلوا من مكان لمكان. إذا هي الاجتهادات وإنه الواحد لحاله يتصرف هي ممكن تودي لطرق سيئة أكثر وممكن تتطور المشكلة أكثر. نعم، ممكن يصير معه الإنتان الترسمي، ممكن يتطور معه الخراجات، مشاكل كثيرة. المشكلة محلولة، معروف علاجها، ما في داعي حد يجتهد فيه، الطب متقدم في هذه الناحية، ولكن يجب التزام بالتعليمات الطبيب ويجب تعليم بالكورس اللي بيحطه الطبيب. نعم. طيب خلينا معكم وضيوفنا اكيد ومشاهدينا، خلينا نشوف اذا انفوجراف 55,000 اصابه بالليشمانيا معظمها في ادلب، والمخيمات تفتقر الى اللقاحات اللازمه لمكافحه هذا المرض، نشاهد الانفوجراف ومن ثم نعود.
مسلم، يعني إذا بدنا نرجع لك شوي لتشرح لنا عن جغرافيا المنطقة، ذكر كثير من المراسلين أنه في مخيمات موجودة بالقرب من مكب القمامة، يعني كيف ممكن يكون في حلول؟ هل في طريقة أنه تتباعد هاي المخيمات عن هاي المناطق؟ هلا بصراحة جغرافية المنطقة مثل ما ذكرت، الأهالي بالدرجة الأولى نتيجة حركات النزوح المستمرة بيلجأوا للأراضي المجانية. هي الأراضي المجانية دائما بتكون بتفتقر لأدنى مقومات الحياة، وبتكون بالفعل بمناطق جغرافية صعبة جدا. عندنا امتداد المخيمات بدءا من باب الهوى حتى وصولا لمدينة إدلب. هي المخيمات منتشرة على طرفين الطريق اللي فيه كان سابقا، يعني من أكثر من 15 سنة، مكبات النفايات لمدينة إدلب، معرة مصريين، وحتى مدينة زرمدة. فبنتيجة الأمر الناس بدأت تستقر في أماكن بقرب هذه المكبات، وأيضا في مخيمات شفناها داخل مكب أحد النفايات بالقرب من بلدية معرة مصريين. يعني الأهالي تجلس بخيام داخل مكب النفايات نتيجة كما ذكرت الأرض، بحث عن الأرض المجانية بالإضافة للبحث عن الأرض اللي ما ممكن حدا يطالبهم بالخروج منها. أماكن الصرف الصحي وتوزع البرك المائية العكرة هي موجودة بكل الأماكن اللي فيها مخيمات نتيجة بالبداية كما ذكرت لجوء الأهالي للأراضي الوعرة مثل رؤوس الجبال أو الوديان. هاي الأماكن بتفتقر لكل شيء من مقومات الحياة، الناس بتلجأ فيها للأرض الصخرية. هاي الأرض ما فيها أي يعني حفر مائية لاستيعاب مياه الصرف الصحي، وبالتالي بتنشأ برك نتيجة استعمال والاستمرار باستعمال هاي الأماكن. البرك بتصير داخل المخيمات وبين الخيام، بتكون أكبر بيئة لانتشار فعلا الليشمانيا مثل ما ذكرت، أو حتى أمراض تانية. طيب دكتور مأمون، شو اللي برأيك المطلوب لحتى نواجه هالمرض؟ وهل هذا المرض فعلا له تداعيات تانية؟ يعني غير أنه بسبب تقيحات وبسبب ندب، هل هو يؤثر على الجلد فعلا؟ نحن المطلوب لمواجهة المرض تغطية الفجوات القائمة. نحن أولاً يعني لازم نزيد المراكز. نحن في عنا 4 عيادات نقالة على السطح، 35 مركز، وفي 35 مركز ثابت. هدول في إدلب وفي مطلق حلب. نحن في عنا الحالة كارثية. نحن في عنا 1200 مخيم يعيش فيهم حوالي 1,000,000 شخص. طيب برأيك شو الحل؟ يعني شو الحل؟ كل الواقع يعني نحن ما بنعرفه. يجب زيادة عدد المراكز، يجب بخ الحشرات الحشرات كموعد لبخها. يعني هذه وقاية، الشهر الثالث والسابع يجب عمل بخ المخيمات، كافة المخيمات. هل يعني ما في بخ ابدا؟ في بخ بس ما عاد يقدر يغطي. نحن في عندنا 1,200 مخيم موزع على مساحات واسعة. الموضوع نحن يعني نمر في حاله كارثيه. موضوع كمان ثاني ان الانهار الموجوده جانب المخيمات يجب ردها، يجب الصرف الصحي يجب تغطيته. هذا مش بيجيب لنا لايشمانيا، هذا بيجيب لنا امراض كثيره. يعني كمان لازم نحن نوعي المرضى ما يلتزموا بالعلاج. هاي كمان احد الاشياء اللي عم تسبب فشل العلاج. المريض بيجي ياخذ جرعه وما بيرجع بياخذها مره ثانيه، بيؤدي المريض يصير عنده مزمن ما بنجد حاله. نعم دكتور. استاذ منذر، اذا بدنا نرجع لك يعني بعد كل هذا الكلام اللي سمعته، شو ممكن يكون في خطه على المدى القريب من مديريه الصحه لمكافحه هذا المرض؟ نعم، يعني حقيقه مديريه الصحه تبذل كل الجهد من خلال افتتاح المراكز بالتعاون مع المنظمات، من خلال العيادات المستقلة، من خلال حملات البراخ، من خلال توزيع الناموسيات، وهذا حقيقة أكثر ما يمكن أن نقوم به. نحاول زيادة عدد المراكز خلال الفترات المقبلة، ولكن أيضا أعتقد أن هناك يعني جهد مهم يجب أن يقوم به المجتمع بحد ذاته. يعني على سبيل المثال، وهي معلومة أعتقد أنها مهمة جدا، عادة الحشرة التي تنقل الليشمانيا لا تنتقل لمسافات طويلة، لذلك نلاحظ بأن انتشار الليشمانيا هو انتشار بقعي موجود في أماكن محددة، وبالتالي التعامل مع هذه المناطق يؤدي حقيقة إلى نقص الإصابة بشكل كبير جدا. يعني من خلال على سبيل المثال إذا كان هناك في مستنقعات، من خلال محاولة ردم هذه المستنقعات أو تغطية الصرف الصحي، وحتى الأهالي الموجودين ضمن هذه المنطقة يجب عليهم خاصة في فترة الليل حيث تنتقل هذه الحشرة ارتداء الألبسة الطويل. نعم، تنتقل مكان لآخر في الليل، وبالتالي يجب أن يكون يعني يرتدي الشخص كم طويل، يجب أن
يعني نزيل من الاهتمام بموضوع النظافة الشخصية، إضافة إلى العلاج عندما تظهر البقع الحمراء الصغيرة والتي قد تكون هي بداية اللاشمانيا ومتابعة العلاج. هناك جهد مهم أعتقد يقوم به الأهالي، وهناك جهد مهم تقوم به الصحة، وأيضا يجب العمل من خلال القطاعات المختلفة للتعامل مع موضوع الصرف الصحي وموضوع الـ يعني حقيقة المستنقعات الموجودة والتعامل مع الحيوانات الشاردة. ولكن في حال تم تركيز الجهد على مناطق البؤر أعتقد أن هذا يؤدي إلى نتيجة معقولة جدا ويؤدي إلى خفض عدد الإصابات بشكل واضح وبشكل ملموس، وهذا من الأشياء التي يمكن القيام بها، من الأشياء التي تستطيع المجتمعات المحلية حتى وإن لم تتوفر المنظمات. وحقيقة أنا أحاول دائما التركيز على هذه النقطة، لا يجب أن ننتظر كل شيء أن تأتي منظمة ما لتقوم بجهد، لأن هناك بعض الأشياء التي نستطيع أن نقوم بها كمجتمعات محلية. يعني أنا حقيقة من خلال زيارة المخيمات أجد بعض الأماكن أنه يوجد مثلا مستنقع مياه، يمكن بعمل بسيط محلي أن يتم ردم هذا المستنقع، لا يجب الانتظار لمدة سنة وسنتين حتى تأتي منظمة ما تقوم بهذا الجهد. كتير حلو يمكن هالحكي من خلال بعض يعني فينا ننقل هذا هاي النقطة لمسلم. هل عم تشوفي مبادرات بين الأهالي؟ هل فعلا الأهالي عندهم كل المعلومات اللي حكاها دكتور منذر؟ انه مثلا بتنتقل بالليل هي الحشره، انه في اساليب وقايه معينه ضدها؟ هلا بصراحه السبب الرئيسي تكرار عمليات النزوح اكيد لا، انا اللي عم شوفه لا، في مع الاسف اذا بسميه جهل واضح بكل هذا الشيء، لانه المنظمات اصلا عم تنتقل مع النازحين من منطقه لمنطقه، فالضعف اول شيء التوعيه، وبالاضافه الى ضعف يعني أسئلة الناس أو ضعف سؤال الناس الدائم عن هذا الموضوع شكل جهل واضح بالتعامل مع أي مرض. يعني سابقا كان مثال كورونا خير مثال لهذا الموضوع، الفيروس لم يصل إلى المنطقة ولكن كانت آثاره أكبر بكثير، وعيت الناس على أنه الجهل موجود بكل الأمراض اللي ممكن تظهر بالمنطقة، لأنه الناس يعني مع الأسف هي تلتهي بلقمة العيش اليومية، قد يكون لقمة العيش أهم من أي شيء تبحث عنه، تبحث عن الدواء أو العلاج لأي مرض آخر، أولى أولوياتها هي لقمة العيش اليومية. بالحقيقة بدنا نشكركم ونتمنى أكيد السلامة لأهالينا بالداخل أكيد. السوري كان معنا الدكتور مأمون السيد عيسى، باحث ومنسق طبي في جمعية عطاء للإغاثة، وأيضا الدكتور منذر الخليل مدير صحة إدلب، أيضا نشكرك، وبدنا نشكر مراسلنا مسلم السيد عيسى من إدلب أيضا. شكرا جزيلا لك مسلم. شكرا جزيلا لكم جميعا مشاهدينا، مكملين فقراتنا بعد الفاصل.